السلام عليكم. اليوم ان شاء الله ندير معكم هذا لو كيك. هكا كيجي واعر ان شاء الله. غتجربوه وريت تدعوا معايا برحم الوالدين وبصحيحه. نقطع لكم حطيه فاش تشوفوا كيفاش كتجي. انتوما شافوني كيفاش درت البيت مع بين الفيديو حتى الاخير. ونخليكم مع فرجه. واللي بغى يخليه عادي راه يجيب بحال هكا. دهنوا عيب الكونفيتير ودلو الكاوكاو من الفوق محمر وكيجي خطير. حتى هو عندكم جوج الحالات، اما ديروا هذا الكلاصاج ولا تخليوه عادي. بسم الله. عندنا في المقادير عندي 4 البيضات، جوج معالق كبار ديال الكاكاو، كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، هنا 4 كيسان ديال الطحين، واحد الفاني، وجوج خمارات، وقرصه ديال الملح. اول حاجه غندير البيض، نفقصوه هنا نروح خارج الميلاد. مابغيتش نخليكم بلا حصه تاع اليوم. البيضه راهي غارقه تماره وما كنحشمش. مع الماكينة الصابون خدامة، كلشي خدام. غادي نطلعو هاد البيض مع السكر سنيدة حتى يطلع مزيان. ملي غيطلع دابا هو تقريبا طلع، غنزيد الزيت، غنزيد كاس تاع الزيت وانا كنخلط. من بعد غنزيد الحليب بلا ما نصدعكم باش غتعرفوا شنو قلت لكم. دابا غنزيد، انا نسيت الفاني ما درتش في اللون، غنديرو دابا. غنبدا نزيد الطحين وانا تنخلط، والخمارات حتى هما نغرب الخمارات. اون فا بارطاجي لو ميلونج. غادي نقسم هاد الميلونج هذا ديال هاد الخليط. غادي ناخذ واحد الكميه غنديرها هنا باش نزيد فيها الكاكاو، والاخرى نخليها بيضة. غناخذ الحليب نزيد فيها الكاكاو ونخلط باش ما يقصحش ليا هاد العجينه. عطينا هاد الخليط بحال هكا ونزيدو هنايا ونخلط.
فوالا ونحل الخليط ديالي شويه حتى ينسجموا العناصر ونتلقى بكم. عندي واحد لومول ديال لابيش هكذا هانتو بالزبده ودرت شتو الطحين ودابا غنبدا ندير هذا الخليط بالتناوب. معلقه هنا وحده هنا ونخير هذا على الطول ديال المول ديالي. شو شحال غيهز ليا ندير وسط منه هذا بحال هكا فوالا نبقى غادا مرة بيض مرة كحل حتى نكمل الخليط ديالي حتى الاخر. باش كيجيني واحد المنظر زوين ملي تنقطعها من الداخل كتجي زوينه. نبقى على هذا المنوال حتى نكمل نوريكم. هانتوما شفتوا كيفاش كتجي. اللي بغى ياخذ واحد كيغدون ويخرخمها مازال يرخمها، اللي بغى يخليها بحال هكا نبغي تخليها بحال هكا باش تبقى عندها واحد المنظر مزيان. دابا ندخلوها الفران 170 درجه 190 حتى 180 نقول من 40 من 30 حتى 40 درجه على حساب شنو الفران كيفاش داير. نتوما تدخلوا في واحد كيغدون وتشوفوا طافت خرج لنا شف غتخرجوها خرج باقي فازي كتخليوه مازال. هو كيفاش كيخرج شفتو الا بغيتي ديرو في المول عادي تخليوه بحال هكا بهاد لافورم هكا كتهنو بالكونفيتور ديال اللوز مهرمش اولا انا غنضغط عليه لا تقاد هو داك ما تقادش غادي نحيد هاد الطرف كله غندير ليه داك الكلاصاج بوغمون. ها هي مقلبسه شفتي كيفاش كتجي. هانتوما شوفو كيفاش كتجيو من الداخل. انا نقصت منها باش تجيني قتلة داك البلا لي غنقدم فيه الحلوى. شتي كيفاش كتجي من الداخل كتجي روعة شفتو. هانتوما انا عندي الشوكولا درت غير الشوكولا عادي درت لها لون نواغ و سميتو و معاه البيض باش عطيني اللون شوية ماشي نواغ ماشي كحل بغيتو شوية بحال معاهم. هنا الكاوكاو حمرتو غادي نخلط كلشي ونغلاصي بيه الحلوى ديالي. باش نحل الباب ونجي نكمل معاكم. الا خصكم كتاخذوا معنا قلت قادو هكا تو كلها يا هكا نخلي واحد حتى يبس ونقدم عليكم. وهذا هو الشكل النهائي ديالها شفتوا كيفاش جات كتجي روعه داكشي. نتمنى تجربوها ان شاء الله ونتلاقاو فيديو جديد وصفه جديده والى الملتقى.